الحياة تشبه فندقنا، عبارة عن غرف، وكل غرفة لابد أن يكون لها مفتاح. وكل شيء صار معانا في حياتنا صار لسبب، وكل شيء بيصير احنا اللي فتحنا له الباب. وعلشان كذي لازم نختار المفتاح الصح من بين هالمفاتيح. لما الشخص يفكر بطريقة مختلفة ويستخدم قدرات ومهارات مختلفة عشان يتوصل لحلول ما تخطر على بالنا، وأحيانا هذه القدرات تساعدنا احنا نحصل على نهج جديد في تنفيذ شيء معين في حياتنا، ولكن بنهج وعمل مختلف وفي إبهار. هني نقدر نقول عن الشخص أنه مبدع، لأنه قاعد يفكر بطريقة مختلفة عن الناس ومغايرة، ويستخدم عقله بطريقة غير تقليدية. هذا ليه الأشخاص منهم صغار تحطهم نظرات الإعجاب والانبهار، موهوب، لأن القدرات اللي عندهم تعتبر هبة من سبحانه وتعالى وتميزهم عن اللي حولهم، وهذه القدرات تخليهم مصدر للبهجة لنا كلنا. أبي رسمة تصير ترند نفس آخر مرة يوم رسمتني، ها؟ كذي أسوي هاللون؟ إنزين، رفع راسك شوي. كذي؟ تسمعي؟ لا تحركين. أوه، رسمني. تصبغ مائية. السلام عليكم. أوي. السلام عليكم. لو سمحت، الريال مشغول جدا، قاعد يركز معاي انا لانه قاعد يرسمني، مو قاعد اركز معاك انت، فرجاء يعني كلمه عقب شوي. اخوي لو سمحت، انا الحين عندي حجز، تتواصل معاي لما اخلص، وتدري شلون؟ خذ كرسي. صدق دكتور اسنان انت. حبيبي انا بجيب لك لانه ورقه، زين؟ ابيك ترسمني، ولأن أبي أحطها في الجروب العيد عقب يومين، أبي أحطها في الجروب عشان أكتب عليها عيدكم مبارك، بس هذا اللي بغيته أنا. خير شيخة؟ قلبي شي شبه؟ قلبي مقدة وي وي ورقة؟ تبي تجيب له ورقة عادية عشان يرسمك فيها؟ الريال يستورد أوراقه من برا، من ما عنده حد أصلا أوراقه نادرة الوجود، وأنت تقول له ورقة عادية؟ أنت بتجلطنا ترى. وعلى فكرة أنا بالموت بالتفق حصلت وياه موعد عشان أنت تخرب علي الحين دقيقة واحدة، ترى ما يصير هالكلام، ما يصير. أخوي لو سمحت تتواصل معي بعدين ونتفق على التفاصيل، إيش رأيك؟ إيش تفاصيل الله يهداك؟ وأقول لك في ورقة مطبوعة ذي مثل المنيو الكوفي ما شنو، بس وراها ارسم تفاصيل. شو تفاصيله؟ لا عزيزي لو سمحت، اول شيء نتفق على نوع الرسم، ايه، وبعدين انت شلون حاب تطلع في الرسم، وبعدين حتى المدرسة الفنية اللي انت حاب تختارها، وبعدين نتفق على الوقت والتكلفة اللي تتناسب مع طلبك. تكلفة؟
شيف بيزوت. لا سمحت. انا اقدم خدمه وطلب، لا تقعد تضحك. انا اقدم خدمه وطلب. ايه اذا يناسبك قدمنا لك الخدمه، ولا انا يعني ما اشتغل مجاني. سامحني يا بيكاسو، سامحني يا جيفنشي. وعلى ذي بعد مرتز. اي وش في روحكم انتو مدرسه فنيه؟ يقول لي يلا يا الزمن. مدرس الرسم كان يدورنا دواره عشان يرسمنا بعد اذا ما اعطينا بيزاتها. مدرس الرسم مو بنت الله عليك يا الكبوس، شنك دلة القهوه. روح بالروح يا قهوه كارتيك، وانا صدق عمرك راسم بيزات هم عند وقت مدرس بعد. شبابنا المبدع يعاني اليوم من قلة التقدير للأعمال الفنية والأعمال الإبداعية النابعة من مواهبهم الرهيبة، مثل الرسم، التصوير، الموسيقى، الكتابة، الطبخ، وغيره وغيره وغيره. غيره من الأعمال تتطلب وجود الإبداع فيها. وعلى الجانب الآخر ممكن نشوف الناس تدفع حق خدمات أخرى روتينية وهي مستانسة بس لأن خدمات معتادة. فليش ما نعطي المجهود اللي مبذل حقه، خاصة أن احنا نتحمس ونروح لهم كأشخاص مبدعين، نقول لهم مثلا رسمونا، صورونا، سوون لنا بس على بلاش عاد. من جهة ثانية ممكن بعض الأشخاص يشوفون أن هذه رفاهية زايدة ما تلزمهم يدفعون لها، وأن الموهبة اللي تمتلكها هي ملك للجميع. لا لا، مو ملك للجميع، ومو صخرة عندك، اللي من حقهم يستفيدون ويستمتعون بموهبته للأسف يبونها مجانا طبعا من وجهة نظرهم. ممكن تدفع مبلغ صح كذي، مبلغ قوي حق واحد يرسمك؟ والله صراحة لا. يدفعون ايش ما يدفعون، صار عنده هالهم يدفعون. يستاهل؟ يستاهل، لأنه مسكين هذا وظيفته. على حسب الرسم يعني، أشوف رسمه شلون، إذا عجبني ممكن من هني أدعمه وأخذ الرسمة أعلقها ذكرى. والله بالنسبة لي يعني ما أحس إنه هاي شيء من اهتماماتي إنه الرسم أو إنه أحد يرسمني. خير إن شاء الله. أكيد يعني أتفعله. يستاهل؟ طبعاً يستاهل، إذا تعب عليه وهاي من مجهودة يعني أكيد فيستحق عليه هالشيء طبعاً. عملت مع رسام. He didn't يعني ask for specific amount of money وقال لي أنت value الشغل مالي. Oh my god. إنزين، وصراحة يعني دفعت له مبلغ وكان يقول إن هاي الشيء وايد. عد. أنت شو تقولين، هل إن لازم يقدر الفنان مادياً؟ إيه لازم، لأنه يتعب. في أحد فيكم عنده موهبة معينة، رسم، شيء، موهبة إبداعية؟ لا. أموركم أبيضة، ما دراسة، بيت، الأكل. East or West, food is the best. يعني أحس ما يعطون value حق شغلنا. والله بالذات مع الأصحاب والأقارب يعني يكون فيها حرج، لأنه تلاقيه ما كلفته يعني التكلفة المادية العالية، بس كلفته كجهد. الإبداع بيبدأ من الطفولة يعني، بينمي الأهل والمدرسة، وخصوصا إذا الأهل يبون ببلاش بعد. تدفع له ولا لأنه من الأهل وتقول له بعد من أهلي ليش أدفع؟ ليش وايد أهل؟
ذبحتكم مال بلاش متون، خصوصا اذا منو فيني ابلحه ابلحه. لان احنا الاهل ما بيناتنا فلوس، لو يبي سيارتي اعطي سيارتي بدون مقابل، لو يرسمني رسمه وهذا موهبته مفروض بدون فلوس. رزقر ريال بيفقر ريال شنو؟ إذا بيفقر يحتاج هذا أهلي لازم أعطيه غصباً ما عني، مو يعني مو لازم يرسمني عشان أعطيه فلوس. وطبعاً الجمهور العربي جمهور زواق، جمهور متعلم، لكن القدر المادي لن يكفي إن هو يصبح مصدر للدخل بالنسبة للفنان. الموهوبين ينقلون صورة جميلة من خيالهم إلى الواقع ويعبرون عنها بطريقتهم الرائعة الخاصة، والإبداع ما له حدود، وعشان يستمر لازم يتم تقديره وتقدير المواهب اللي تشتغل في هذا المجال عشان ما يتوقف الإبداع وما يصير عندهم الإحباط ويتوجهوا لمجالات أخرى ما تتناسب بتاتا مع المواهب اللي يمتلكونها بسبب عدم وجود التقدير لهم. وفي الوقت الحالي مجتمعاتنا أكثر انفتاحاً على المجالات الفنية ودعم وتشجيع المواهب بحيث يتعامل كقيمة إيجابية وثقافية تساهم في تعزيز الإبداع. الفنان اليوم طلبه ترى جداً بسيط، فقط بس من يقدره ماديا ومعنويا، مو بس كلهم يودين على المعنويا، مو بس اللي منبرع ماديا وربعنا بس معنويا، لانهم يحتاجون في الاساس من يحفزهم في اثراء المجتمع بطاقه الايجابيه. وبسكم عاد مال بوبلاش كله بوبلوش.